أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التحليل البيئي، الوحدة الثالثة، الغلاف الأرضي ومسمى بالجيوسفير. ونواصل في هذا المقطع الشرح لمحتويات هذه الوحدة. الآثار التي يحدثها الانجراف على التربة. الانجراف يحدث ظاهرتين على التربة، هي التعرية إيروجن والتآكل كوروجن، تصنف حسب الآثار التي يحدثها الانجراف على التربة. التآكل هو خلخلة الصخور عن طريق إذابتها بحدوث تفاعلات كيميائية، وبذلك تؤثر على التركيب الأساسي للتربة والصخور وظهور أملاح جديدة. التعرية هي تفتيت الصخور دون حدوث أي تغييرات في التركيبة الكيميائية. فهنا الفرق ما بين التآكل والتعرية، هنا لا تغيير في التركيب الكيميائي بالنسبة للصخور، وهنا يحدث إيش؟ هنا يحدث تغيير. هذا هو الفرق الواضح ما بين التآكل والتعرية. طرق حدوث التعرية، ويمكن تلخيصها في 6 نقاط. زي ما عرفنا إنه التعرية هي الإيروجن، والتجمد يتجمد الماء بين الصخور ويؤدي إلى تفتيتها. اختلاف درجات الحرارة، اختلاف درجات الحرارة يؤدي إلى تمدد وانكماش الصخور المعدنية، ما يؤدي إلى خلخلة أجزائها وتفتيتها. نمرة 3، قوة تبلور بعض المعادن داخل الشقوق، تؤدي بلورات المعادن لنشوء ضغط الشقوق الصخرية، مما يؤدي إلى تفكيك الصخور. وهنا نلاحظ إنه الصفة المشتركة ما بين كل هذه الطرق، إذن ضغط وتفتيت، التفتيت. الطريقة الرابعة، المد والجزر، يحدث عند سواحل البحار والمحيطات، تسرب الماء إلى الشقوق في الصخور ويؤدي إلى تفتيتها وتكسيرها. الطريقة الخامسة، تأثير جذور النباتات، تخلخل جذور النبات داخل شقوق الصخور ينتج عنه ضغط كبير يؤدي إلى تفتيت الصخور. تأثير الحيوانات والحشرات، الحفارة تساعد الحيوانات الحفارة والحشرات كديدان الأرض والنمل على زيادة تفتيت الصخور. وإذا نرى هنا العامل المشترك لهذه الطرق التفتيت، وهذه نركز عليها الصخور. وهذا شيء طبيعي إنه لا يؤدي إلى تغيير في التركيبة الكيميائية للصخور في حالة التعرية.